هذه مجموعه من اللقاحات مجموعه جدا مهمه جدا مهمه باسكو كاع الامراض اللي نلقحوا عليهم يعني الدفتيريا والتيتانوس الكزاز والليموفيلوس خاصه الليموفيلوس اللي دخلوه في 2008 والسعال الديكي امراض تقدر يعني تشكل اخطار كبيره عند الرضيع. الحمص هذه كيكونوا محتاجين ولا انهم ياكلوها ولا يزيدوها، ولكن لو كان يعرفوا اليوم القيمه الغذائيه تاعها راح يتحفزوا انهم تكون هي من الاوائل تاع البقوليات ديالهم. يعتبر الفيتامين د من اهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم من اجل اداء بعض وظائفه، وكل نقصان في امداد الجسم بهذا الفيتامين اكيد راح يكون له تبعيات سلبيه تعود على صحتنا.